السلام الله عليكم أصدقائي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتكم الأعجوبة الثامنة. نبوخذ نصر هو أحد الملوك الذين حكموا الأرض من مشرقها إلى مغربها. تحدثت عنه الروايات، القصص، الكتب والديانات السماوية والحضارات السابقة. فبنى حضارة بابل، زينها، طورها واهتم بها إلى أن أصبحت أجمل حضارة في العالم في عهده. فأعماله خلدها التاريخ إلى هذا اليوم، فعرف بالعدل والتسامح والتواضع والعطاء والحرية لكل الشعوب التابعة له، إلى أنه كان كافرا. ومن الجدير بالذكر أنه هو من بنى حدائق بابل المعلقة بقوتها وعظمتها. لأجل من؟ نعم، لأجل زوجته. فكانت أجمل قصة خلدها التاريخ. في هذا المقطع سنتعرف على هذه الشخصية وكيف استطاع أن يحكم الأرض من مشرقها إلى مغربها، وهل حقا هو من دخل بيت المقدس ودمر هيكل سليمان كما شاهدنا في الحلقة السابقة. فقبل أن نبدأ، لتذكير فقط، إذا لم تكن مشترك في القناة اشترك، فعل خاصية الجرس، اضغط لايك وشاركنا بتعليقات رائعة جميلة إذا أعجبك المقطع بطبيعة الحال. ولنبدأ. نبوخذ نصر أو بختنصر أو بختارشاه هو أحد الملوك الكلدان الذين حكموا بابل وأكبر أبناء نبوبولاسر. ويعتبر نبوخذ نصر أقوى الملوك الذين حكموا بابل بلاد الرافدين، بلاد ما بين النهرين، وجعل من الإمبراطورية الكلدانية البابلية أقوى الإمبراطوريات في عهده. فقام نبوخذ نصر بإسقاط مدينة أورشليم، إذ قام بسبي سكان أورشليم أي القدس من اليهود، وأنهى حكم سلالة داود عليه السلام. كما ذكرنا أنه كان مسؤولا عن بناء عدة أعمال عمرانية في بابل، مثل الجنائن المعلقة ومعبد إيتامينانكي وبوابة أشتار. لإسم نبوخذ نصر معنى نابو حامي الحدود، ونابو هو إله التجارة عند البابليين، وهو ابن الإله مردوخ. ولقد أطلق عليه الفرس اسم بخت نصر ومعناه سعيد الحظ. أما الأكاديميون والمؤرخون حاليا يفضلون تسميته بنبوخذ نصر الكبير أو نبوخذ نصر الثاني، وذلك لوجود ملك آخر استخدم هذا الاسم قبله، وهو نبوخذ نصر الأول، وهو الذي حكم بابل في القرن الثاني عشر قبل الميلاد. حياته. والد نبوخذ نصر دربه بعناية من أجل تولي العرش وشاركه في تحمل المسؤوليات. وقال عنه المؤرخ الكلداني بيروسوس بأنه حول بابل من منطقة تحت سلطة الاحتلال الأشوري إلى إمبراطورية عظيمة، وهو الذي قام بإسقاط نينوى عاصمة الإمبراطورية الأشورية بمساعدة الميدين. والإمبراطورية الأشورية كانت تضم إليها مملكة بابل بعد أن خاض عدة حروب ضد الأشوريين والمصريين كذلك. واجه المصريون القوة الكاملة للجيش البابلي والميدي بقيادة نبوخذ نصر الثاني في كراكمش. وعندما احتل نبوخذ نصر عاصمة آشور نينوى، نقل الآشوريون عاصمتهم إلى حران، وهي مدينة تقع في جنوب تركيا قرب الحدود السورية. ومصر تحالفت مع الملك الآشوري آنذاك، وكانت الإمبراطورية الآشورية تضم إليها مملكة بابل. وعندما تم استولاء البابليون وحلفائهم على حران كذلك للمرة الثانية، استولوا على عاصمتهم، أنهوا الإمبراطورية الآشورية، حيث تم تدمير القوات المصرية والآشورية المشتركة، وتوقفت آشور عن الوجود كقوة مستقلة. وبعد ذلك تمكن نبوخذ نصر من السيطرة على المناطق التي كانت محتلة من قبل الآشوريين، ومنها الشام وفينيقيا. وتراجعت مصر ولم تعد قوة مهمة في الشرق الأدنى القديم، وبلغت بابل ذروتها الاقتصادية بعد عام 605 قبل الميلاد. هذه الأحداث الشيقة والأعمال والمعارك التي قام بها نبوخذ نصر هي في الحقيقة قبل أن يصبح ملكا، لكن عندما أصبح ملكا هنا بدأت القصة المثيرة. عندما تولى العرش، فعاد نبوخذ نصر فور تسليمه نبأ وفاة والده إلى بابل، فعاد إلى بابل ملكا شرعيا عليها، فاستطاع خلالها بناء إمبراطوريته البابلية العظيمة والتي وصلت إلى الحدود المصرية، فضلا عن ضمها لأرجاء واسعة من بلاد الشام والجزيرة وعيلام. واهتم نبوخذ نصر على إقامة نظام إداري جيد، وأصبحت بابل بعهده من أغنى وأكبر دول العالم المتحضر. جمع نبوخذ نصر جيشه وذهب به إلى الحدود المصرية، وبالضبط فيما يعرف الآن بغزة.
ولم يقم نبوخذ نصر بتدمير المدن التي كان يدخلها، واكتفى فقط بفرض الجزية عليها. لكن نبوخذ نصر لم يكن مثل باقي الملوك. عندما كان يفتح المدن يحترم عادات وطقوس وديانات سكانها، ولكن بعد انسحاب المصريين من الأراضي الشامية بدأت تحرض الممالك الكنعانية ضد سلطة بابل عليها، فكانت مدينة عسقلان أول المدن التي عصت سلطة بابل، فقام نبوخذ نصر باحتلالها وسبى بعضا من سكانها وعين ملكا آخر عليها. ولم تقبل مملكة يهوذا كذلك بدفع الجزية إلى بابل، وقرر يهوذا قم ملك يهوذا العصيان على بابل، ففرض نبوخذ نصر الحصار على أورشليم عاصمة مملكة يهوذا، وسبى بعضا من سكانها مع ملكهم يهوذا كين، وسمي بما يعرف بالسبي البابلي، إلى أن نبوخذ نصر لم يسقط مملكة يهوذا، وأقام صدقية ابن الملك يهوذا قم مكانه ملكا على يهوذا، إلى أن اليهوذيين قرروا العصيان مرة أخرى وبقيادة صدقية وبدعم من المصريين. فأقام البابليون في البداية بهزيمة المصريين الذين جاءوا لمساعدة يهوذا، وبعدها اتجه البابليون لمحاربة مملكة يهوذا، فقام البابليون بحصارها لسنة كاملة، وبعدها تمكن نبوخذ نصر من اختراق مدينة أورشليم، ثم دخلوا إليها وسبوا معظم سكانها، ومنهم ملكهم صدقية ذاك الذي نصبه نبوخذ نصر ملكا عليها، وأحرق هيكل سليمان وأخذ كل ممتلكاته. لمن يسأل عن هيكل سليمان ومن دمره، فنبوخذ نصر هو من فعل ذلك. وبهذا أنهى نبوخذ نصر حكم سلالة داود عليه السلام على مملكة يهوذا. ولكن بعد ذلك قامت مدينة أخرى بالعصيان، وهي مدينة صور الكنعانية، فحصرها لمدة 13 سنة إلى أن قبل الكنعانيون الهيمنة البابلية. وبذلك يعد هذا الحصار الأطول في التاريخ على مدينة. وبحسب ما يقول نبوخذ نصر في إحدى الألواح الأثرية، بأنه تمكن من عزل ملكها الشرير وشق الطريق إلى صور بين الجبلين، وشتت سكانها الأشرار إلى اتجاهات الأرض الأربع، واختار ملكا آخر عليها مرة أخرى. وحسب أحد الألواح الموجودة حاليا في لندن، في السنة 37 من حكم نبوخذ نصر، جهز نبوخذ نصر جيشا إلى مصر لمواجهة الملك الفرعوني أحمس الثاني. عندما سمع الملك الفرعوني بذلك أيضا جهز جيشا من المصريين واتجهوا نحو فينيقيا، لكن لا أحد يعرف نتائج تلك الحرب، لأن النص المسماري غير واضح ومخروم. أعماله المدنية. وفي آخر أيام نبوخذ نصر قام ببناء الإمبراطورية الكلدانية العظيمة، فامتدت قوتها من الخليج العربي وبلاد الفرس إلى البحر الأبيض المتوسط، وكانت بابل الإمبراطورية العظمى في زمنه. مذهل. بعيدا عن هذه المعارك التي لا يستهان بها عن أسلافه ملوك بلاد الرافدين، قام نبوخذ نصر ببناء إمبراطوريته العظيمة، وبالخصوص مدينة بابل، بأشياء عظيمة لا زالت حتى الآن ذات قيمة كبيرة. فكان له أيضا عدة أعمال عمرانية، منها بناء الحدائق المعلقة والتي سميت بحدائق بابل المعلقة. سبب بناء حدائق بابل المعلقة، ذكر المؤرخ الكلداني بيروسوس بأن هذه الجنائن بنيت إكراما لزوجته الميدية، وهي ابنة الملك سيخورس الذي تحالف معه نبو بولاصر والد نبوخذ نصر، وعدها المؤرخ والرحالة الإغريقي هيرودوت ضمن عجائب الدنيا السبع القديمة. ويقول هيرودوت أن الجنائن المعلقة قام بدعمها بالمياه عبر أنابيب تمكن من إصعاد المياه إلى الأعلى، وهذا يكشف أن البابليين كانوا يعرفون نظرية أرخميدس. وقد عرفت بالمرأة التي بنى نبوخذ نصر الجنائن المعلقة لها، لأنها كانت تشتاق لبلادها ذات الجبال الخضراء. ويقال بأن السبب وراء بناء هذه الحدائق هو الغناء وسط طبيعة العراق القاحلة، وشعور زوجة الملك نبوخذ نصر بالحزن لفراق وطنها. وقد كانت طبيعة موطنها جميلة للغاية، وبسبب حنينها للوطن قرر الملك نبوخذ نصر ببناء حدائق بابل المعلقة، وإهداء هذه الحدائق التي تحاكي طبيعة موطنها الأصلي، لعلها تسعد الزوجة وتطفئ هذا الحنين. إلى أنه وجد العديد من الصعوبات في البناء، أولها الري وإيصال الماء إلى الحدائق من نهر الفرات. وبغض النظر عن الموقع، فإن أهم ما يميز هذه الحدائق هو طريقة نقل الماء لارتفاع كبير، بالإضافة إلى الجمال الفني والإبداع في البناء.
وقد سميت بحدائق بابل المعلقة لكونها قد نمت وترعرعت على شرفات القصور والقصور الملكية ببابل بحوالي 600 قدم، مما جعلها تبدو من بعيد وكأنها معلقة. كانت الحديقة تمتلئ بشتى أنواع الخضروات والزهور والأشجار المثمرة المزروعة فوق طبقة كبيرة من التربة، والتي خطت طريقها في المدرجات الصخرية راسمة بذلك منظرا خلابا زاهيا يدخل البهجة والسرور إلى كل من نظر إليها. ومع ذلك فإن بعض الروايات تقول بأن هذه الحدائق بنيت في عهد ملكة الإمبراطورية الآشورية سميراميس. كما ذكر بأن نبوخذنصر قام بدعم بابل بصورين، أحدهما داخلي وآخر خارجي، وكان عرضهما كبير. وقد قال هيرودوت بأن بابل هي المدينة الوحيدة التي كانت تمشي فيها العربات على سورها. كما بنى نبوخذنصر لمدينة بابل 8 بوابات، وكانت أكبرها بوابة عشتار، والتي كانت تتوسط شارع الموكب، والذي كان يحتفل به البابليين بعيد أكيتو رأس السنة البابلية. كما قام نبوخذنصر ببناء المعابد مثل معبد إساكيلا ومعبد إيتامينانكي، وهي زقورة بابل والتي عرفت عند اليهود ببرج بابل، والذي كان مسكنا للإله مردوخ حسب المعتقد البابلي. وبنى نبوخذنصر قصرا كبيرا لنفسه، كما نسب إليه بناء تمثال أسد بابل الذي لا يزال موجودا إلى الآن في مدينة بابل. وكذلك ذكر أن الملك قام بكتابة شريعة قانونية مشابهة لشريعة حمورابي، وقام بتطويرها وسميت باسم شريعة الشمس. ويقول نبوخذنصر في إحدى الكتابات المنقوشة على جدار بوابة عشتار: أنا نبوخذنصر بني هذه الأسوار والبوابات، وأنا الذي أوصلتها إلى المياه من تحتها، وأنا الذي وضعت فيها الحجرة الزرقاء الصافية، وأنا الذي بنيت الغرفة داخل السور، وأنا الذي نقشت صور الثيران والتنانين في السور، وأنا الذي زينتها بهذه الأشكال الجميلة لكي تتمتع البشرية برؤية هذا المنظر المهيب. يعتبر الملك نبوخذنصر قائدا عالميا عبر التاريخ، حيث كان يستخدم ذكاءه وعبقريته للاستفادة من الشعوب التي كان يحتلها. كان يستنفد معظم الإمكانيات البشرية والمادية لكل الشعوب التي كان يحتلها لحد التحكم بحياته. عجيب إلى أنه امتاز بتسامحه الديني وحرية الفكر، وسمح للشعوب المحتلة أن تعبد آلهتها، وكان يشارك الشعوب طقوسهم الدينية ويحترم آلهتهم، فاعتبر أعدم ملوك بابل، وقد اشتهر بلقب مقيم المدن، فكان فاتحا للمدن لا غازيا لها. وامتاز بذلك لأنه كان يعتمد على مشاورة مستشاريه، وقد اعترف بذلك في مقولته المشهورة: الكبرياء الزائدة مدمرة للنفس، في الكتاب المقدس. أما في الكتاب المقدس فصوروه كشخصية متغطرسة ومتكبرة وقاسية، وخاصة عندما يذكر أنه بعدما سبى نبوخذنصر ملكهم يهوذا صدقية وأخذه عنده مكبلا بالقيود، حيث أنه قام هناك بإنهاء حياة أولاد الملك أمام عيني الملك نفسه، وثم فقع عيني الملك. وفي سفر دانيال تم تصوير نبوخذنصر كشخصية متغطرسة بعد أن حكم على كل حكماء بابل بالإعدام بسبب عجزهم عن تفسير إحدى أحلام نبوخذنصر حتى بدون أن يعرفوا الحلم حتى. ولكن في نفس الوقت صوروه كشخصية عادلة بعد أن حكم بإنهاء حياة الذين أرادوا اغتيال أصدقاء النبي دانيال عليه السلام من السبي البابلي. كما صوروا نبوخذنصر بكونه أول ملك أجنبي يؤمن ويعظم إلههم الواحد بعد أن أصيب بسبعة أزمنة بمرض أصبح فيه كالحيوان. وبعد انقضاء الأزمنة السبع آمن بالله وملك لمدة 2 آخرتين، إلى أن الإجماع بين العلماء هو أن سفر دانيال هو أحد أعمال الخيال التاريخي. الإرث. يقال بأن القائد العظيم الإسكندر الأكبر توفي في بابل في نفس الغرفة التي توفي فيها نبوخذنصر. الرئيس العراقي السابق صدام حسين اعتبر نفسه نسخة لنبوخذنصر، وذلك لكونه حارب اليهود وقد قام ببناء حدائق في بابل شبيهة بالجنائن المعلقة. كما بنى قصرا قرب مدينة بابل الأثرية سماه باسم نبوخذنصر. نهاية نبوخذنصر. وفي أواخر حكم نبوخذنصر امتلأ عقله بالخيالات والأوهام وأصيب بالجنون، فراح يتصور على أنه أصبح ثورا أو حيوان يرعى في الحقول، وأخذ يزحف على الأرض ويخور مقلدا الثور، وهو يأكل الحشائش والعشب الذي كان يقدمه له
حاشيته. واستمر الوضع بنبوخذ نصر على هذه الحالة حوالي 7 سنوات كاملة، وفي آخرها لقي حتفه بعد أن حكم قرابة 43 سنة. شكرا جزيلا لكم أصدقائي على مشاهدة هذا المقطع. للتذكير فقط، لا تنسوا الاشتراك في القناة، اضغطوا لايك وشاركونا بتعليقات جميلة إذا أعجبكم المقطع بطبيعة الحال. فدمتم سالمين.